الثانية ظهرا 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعا، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي أكد خلالها استمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن. كما وجه مدبولي التهنئة للمصريين بالعام الجديد، وكذا التهنئة للأقباط بقرب حلول عيد الميلاد المجيد. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات، وخلال اجتماعه لمتابعة موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، جدد مدبولي التأكيد على ضرورة الانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة في أسرع وقت ممكن وسرعة تسكين المواطنين المستحقين في الأماكن البديلة، مشددا في هذا الصدد على أهمية قيام محافظة القاهرة بسرعة تسكين 10,000 وحدة سكنية ونقل المواطنين المستحقين إليها، مشيرة إلى عدم قبول أي تأخير في إزالة المناطق الخطرة. عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. يأتي الاجتماع بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أيده عدد من الدول العربية هذا، وأعدت الأمانة العامة مذكرة لعرضها على المجلس بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية في الشأن الليبي. حاول آلاف العراقيين اقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأشعلوا حريقا في السياج الخارجية للسفارة، وذلك خلال الاحتجاجات التي نظموها أمام السفارة تنديدا بالغارات الجوية الأمريكية والتي استهدفت منشآت تابعة للحشد الشعبي الأحد الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وهددت فصائل بالحشد الشعبي بالدخول في اعتصام مفتوح أمام السفارة حتى غلق مقرها وطرد السفير الأمريكي بالبلاد، والذي تم إجلاؤه وعدد من الموظفين من المبنى، فيما أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات أمنية وعسكرية لمبنى السفارة، والتي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات. يلقي غدا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا بمناسبة العام الجديد، هذا ومن المرجح أن يقدم كيم جونغ أون خلال كلمته ملمحا عن مسار جديد تعهد بانتهاجه إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بمهلته لتخفيف موقفها إزاء نزع السلاح النووي. ختام هذا الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.